إذن مشاهدينا ونعلق أكثر على أداء أسواق السلع، وتنضم إلينا ضيفتنا السيدة لينا قنعوها محللة أسواق مالية في إكويتي جروب. أهلا ومرحبا بك معنا لينا. السؤال بالدرجة الأولى يتعلق بأسعار النفط اليوم التي تسجل ارتفاعات فوق 1%، ربما تخدمها بيانات تتعلق بالدرجة الأولى بتراجع حاد في المخزونات النفط الأمريكية. هذا ربما إذا ما ذهبنا إلى الأسباب التي تدعو، إذا كان هو السبب الوحيد الذي يعزز أسعار النفط للارتفاع، ربما يعود إلى المخزونات لأنه تم نقل كما ذكرنا مخزونات من الخزانات العائمة، وبالتالي نحن نتحدث عن إعادة طلبات واضحة على مؤشر مديرية المشتريات التصنيعي حول العالم. السؤال اليوم، مع عودة العزل في أكبر الولايات الأمريكية بسبب ارتفاع حالات كورونا، يعني عندك كاليفورنيا أكثر ولاية أمريكية استهلاك البنزين، هل سنستطيع أن نقول أنه ستستمر أسعار النفط بالارتفاع بهذا الشكل؟ اهلا ومرحبا بكم. بالفعل اسعار النفط عم نشوف بعض الارتفاعات، كما ذكرت هناك عده اسباب عم تدعم الارتفاعات، سواء التفاؤل بوجود لقاح لكوفيد 19، وايضا لدينا البيانات اللي عم تظهر ربما تعد ايجابيه من مؤشر الاي سي أو لمؤشر قطاع مدراء المشتريات لقطاع التصنيع، عم يظهر نمو في أعلى مستوياته في 14 شهر، وأيضا انخفاض المخزونات الخام في الولايات المتحدة الأمريكية التي انخفضت بقوة. يعني هناك نقول بعض التحسن في الطلب، ولكن ليس التعافي الكامل في الطلب. نحن لدينا هناك يعني ربما نحتاج إلى وقت أكبر وعدة أشهر للاستقرار الاقتصاد، الاستقرار في أسواق الطاقة والنفط. نتحدث أيضا عن ارتفاع كما ذكرت في عدد الإصابات في الولايات المتحدة الأمريكية، وصل عدد الإصابات إلى 50,000 إصابة، توقعات أن تكون أكبر من ذلك عدد الإصابات، والموجة الثانية من فيروس كورونا، وكلها هذه سوف تؤثر على الطلب. نحن نتحدث ربما سيكون فتح الاقتصاد، أو سيكون ما زال بعض الدول التي تفتح اقتصادها راح تكون ضمن قيود. أيضا حركة التنقل والسفر ما زالت تعد ضعيفة وربما ستبقى بهذا الضعف، فأنا أتوقع هناك ميل سيكون للارتفاع، وتوقعات لأسعار النفط من $35 إلى $45 للبرميل في هذه الفترة، والارتفاعات ستكون محدودة بالفعل للارتفاعات لأسعار النفط. وأتطرق إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يعني هذه التي سوف تدعم بعض الارتفاعات، لأن هناك توجهات من دونالد ترامب أنه يكون هناك فتح الاقتصاد الأمريكي في هذه الفترة حتى ينجح في انتخاباته الرئاسية الأمريكية الذي بيدعم قطاع النفط. نعم. طيب لينا، دعيني أسألك أيضا عن البيانات الاقتصادية وتأثيرها على معنويات المستثمرين. ما شهدناه من مارس حتى يونيو، شهدنا ارتفاع في مؤشر الـ S&P 500 بقرابة 40%، على الرغم من المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا والموجة الثانية المتوقعة خلال النصف الثاني من هذا العام. السؤال، إلى أي مدى إذا ما بدأنا ونشهد بيانات اقتصادية أمريكية قوية، هذا قد يعطي يعني الضوء الأخضر بالنسبة للمستثمر للانكشاف بشكل أكبر على أسواق الأسهم الأمريكية؟ هل رح تعطي نوع من البوليش سيجنال بأنه القادم أفضل؟ نعم، بالفعل البيانات الاقتصادية وخاصة التي سوف تصدر اليوم عن بيانات الوظائف الامريكيه الغير سريعيه المتوقع، يعني نحن نعلم ان كل في يوم الجمعه تظهر البيانات عن الوظائف الامريكيه غير الزراعيه وعن معدلات نسب البطاله، لكن ب 7 وقت الاستقلال في الولايات المتحده الامريكيه راح تكون هذه البيانات من الترقبة حتى يعني سوبر ثيرزداي من حيث البيانات يعني الاقتصاديه راح تكون كبيره. نتحدث عن بيانات الوظائف الامريكيه الغير زراعيه المتوقعه تكون ب 3 مليون وظيفه، ايضا عن كانت التوقعات كانت التي اظهرت ب 2.5 مليون وظيفه في شهر مايو، بالمقابل الى بسبب جائحه الكورونا ابريل التي خسر فيها 12 مليون وظيفه الاقتصاد الامريكي. بالتالي نتطلع الى معدل البطاله المتوقع انه ينخفض ب 12.4 من المعدلات كانت في مايو ب 13.3%، فكل هذه يعني
هذه البيانات سوف تعطينا صورة أوضح فعلا وتأثيرات أكبر ستكون على الأسواق. نحن نتحدث عن أيضا عن طلبات المصانع نتوقع يكون فيها نمو 7.8%. كل هذه البيانات التي سوف تظهر اليوم لو جاءت أفضل من المتوقعات، كان هناك تحسن في هذه البيانات، سوف تكون داعمة لأسواق الأسهم الأمريكية. لو لم يكن هناك أي بيانات ستكون أقل من التوقعات، لن تدعم الأسواق الأمريكية وسوف نشاهد هذا التراجع. شفنا أنه أمس الأسواق الأمريكية عم ترتفع بسبب البيانات التي أظهرتها مؤشر المشتريات، وأيضا يعني هناك ما زال هناك ضبابية حول التعافي الاقتصادي سوف سوف كيف سيكون بشكل W أو V. شكرا جزيلا لك لينا قنوع، وأنت محللة أسواق مالية في إكويتي جروب، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان.